إذا كان عدم تنفيذ أمر الأب أو الأم يؤذي الوالدين، يجب على الولد صغيرا كان أو كبيرا أن يطيع والديه. إذا كان الأب والأم بهذه المثابة، فكيف بمن أعطانا الوجود كله؟ الله سبحانه وتعالى كل شيء نملكه منوط بالعطية الإلهية. من اللي أعطانا الوجود؟ الله. من الذي جعل الأب والأم وعاء لهذا الوجود؟ الله. كل قوة من هذه القوى التي نمتلكها مرهونة بالعطاء الإلهي، كل نظرة تنظرها منوطة بعطاء الله، هذا عطاؤنا. كل نبضة قلب، كل خلجة فكر، كل قوة، كل ما نملك منوط بعطاء الله وبإدامة الله هذا العطاء. إذا الإرادة الإلهية تتعلق لحظة واحدة بإيقاف هذا الفيض، إن يشأ يذهبكم أيها الناس باللحظة واحدة. الله الذي له هذا العطاء، الفلاسفة يمثلون بذلك بالمحول الكهربائي، طبعا هذا مثال لمجرد التقريب. إذا التيار الكهربائي ينقطع من المحول الكهربائي عن هذا المصباح لحظة واحدة ينتهي الضوء. إذا الله سبحانه وتعالى يقطع عنا فيضه ينتهي كل شيء. الإنسان الذي هو عبد لهذا المولى يستخدم القوة التي أعطاها له هذا المولى في معصية هذا المولى. نحن وجودنا من الله، نظرنا من الله، الإنسان يستخدم هذه القوة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى في معصية الله سبحانه وتعالى. شوفوا هذا إيش قد تمرد على مولوية المولى. يستخدم هذه الأذن التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له للتمرد على مولوية هذا المولى. هذا التمرد يحتاج إلى توبة. إذا استزل الإنسان الشيطان، الشيطان يحوم حول قلوبنا، إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألما، كل واحد منا الشيطان يأتيه من جانب. الإنسان إذا انزلق يجب عليه مرة ثانية أن يعود إلى دائرة تلك المولوية. عبد فر من مولاه، تورط، يجب أن يعود مرة ثانية إلى إطار هذه المولوية ويقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه. التوبة يعني العودة. باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، وواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. الإنسان يعود إلى الله، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه لم يشدد في التوبة بكلمة واحدة،
بتصفية واحدة يحط الإنسان عن ظهره هذه الأوزار.